انا عايز اخرج ريم من اللعبه خالص، ابقى انا وانت وبس. انت عاشق ودايب فيها، وهل يتجاوز اللي قتلت ابوه وينسى وبقى عاشق ودايب في تراب رجليها؟ افهم من كده ان انت عاشق ناديه ودايب في تراب رجليها؟ ما انت عارف ان هي قتلت ابوك وسايبها عايشه لحد دلوقتي. مروان اسمع كلام اللي انا بقوله لك كويس عشان الدنيا تمشي صح. انا مش عايز حريم في الموضوع، كفايه لحد كده. الدنيا هتقفل عليا وعليك وبس، مش عايز زحمه، مش عايز هري كتير. طيب وحسن؟ انا اتصرف معاه. حسن في دماغه كلام كبير وكتير. حسن طيب وانت عارف الكلام. كان طيب يا حبيبي، ما فيش حاجه اسمها كان. اسمع الكلام اللي انا بقول لك عليه، الطيب بيفضل طول عمره طيب، والقوي اللي بيقدر ينفذ كلمته قوي وهيعرف ينفذ كلمته. انا عارف انا بقول لك ايه كويس. طيب وعصام باشا؟ لا، عصام ده حاجه ثالثه خالص، ده عايز قعده على رواقه، لان انا ما بحبش الزحمه، عندي مشاكل معاها. الزحمه بتخلينا نخبط في بعض يا مروان وما نحبش بعض، والريحه تفوح قوي، والريحه دي بعد كده بتبقى وحشه. ولا انت شايف ايه؟ ربنا يستر عليك وعلينا. انا بجد مش عارفه مين اللي يقدر يعمل العمله دي، بجد انا مش قادره اصدق نفسي. فاش حاجه، امسرنا نعرفه. ان شاء الله هنعرفه. اللي احنا مش قادرين نصدقه بصحيح ولا عارفينه، ازاي واحده محترمه من بيت كبير تعمل العمله السود اللي هي عملتها دي؟ سوري مش فاهمه. سقط نفسها يعني. بقولك انت وهي، انا جايه هنا عشان اطمن على مروان، مش عايزه خالص اي حاجه تخص لبنى تتكلموا فيها. وبعدين انا عايزه افهم، اللي عمله ابنك كان حلو ولا اللي عملته بنتك لطيف؟ لا مش لطيف، جيتي للحق. اللي عملته بنتي يا اختي عشان ابنها مات مقتول اتجننت، وانت عارفه لا مؤاخذه المجنون ممكن يعمل اي حاجه. بس اللي مش مفهوم بقى واللي مش قادرين نصدقه، ان بنت اخوكي تروح برجليها للدكتور وتسقط العيل اللي ببطنها، ولا ايه جبريه يا اختي؟ لا والله صدقت يا كريم، ده انا قلبي اتقهر عليها يا اختي. يا عيني. خلاص باي باي. تشكري هالزيارة والله، وعوديها ها؟ إن شاء الله بإذن الله. لما تعوديها هتلاقينا ماسكين اللي عمل العملة السودة دي وجايبينه هنا وشادينه من رموشه. رموشه؟ أو شعره. Very nice. Excuse بالسلامة. إكسكيوزك معاكي يا أختي. استاذ عزت شخص محترم جدا، واي حد تبعه احنا علينا ليه. انا متشكره جدا. قولي لي بقى، ايه اللي انت عايزه تعرفيه؟ يعني انا احب اعرف كل حاجه عن المكان اللي هشتغل فيه. تمام، انا ممكن اجيب لحضرتك ملف في كل البيانات اللي انت عايزها، عن تاريخ الشركه وحجم استثمارها والاسهم المطروحه في البورصه كمان. طب كويس قوي، يا ريت. بس انا عايز افهم، ايه دخل ده في الشؤون القانونيه؟ طبعا كل الناس فاكره الشؤون القانونيه دي ما بتعملش حاجه غير انها تخصم الموظف. موظف اتحول للتحقيق، موظف عنده شكوى. بس الحقيقه انا الموضوع بالنسبه لي حاجه تانية خالص، مش مجرد الحاجات دي. تمام، بس انا عايز افهم. بص يا سيدي، الشؤون القانونيه دي ما ينفعش ان انا اكون بشتغل فيها وانا باخد قرارات غلط. ما ينفعش اخد قرار على اساس ان حد قدم لي ورقه من موظف شكوى في موظف تاني، او تصرفات موظف مع عميل مش مناسبه. ما ينفعش اخد قرار غير لما اعرف الناس كلها بتعمل ايه، وابقى متدخله في تصرفات الموظفين كلهم وعلاقاتهم ببعض. ممكن حد يقدم لي شكوى في زميل يكون ظلمه، اخد قرار على اساس ايه؟ لازم اتدخل في كل حاجه وابقى فاهمه، عشان لما اخد قرار ابقى عارفه ان ده القرار الصح. عندك حق، ومعاك انك لازم تبقي فاهمه كل حاجه عن المصنع، بس احنا اهم حاجه عندنا دلوقتي الترافيش اللي احنا بنحاول نطلعها علشان نعمل المزرعه. المزرعه دي بنستهدف منها انتاج 36,000 طن لبن سنويا. هو انا ممكن اعرف حجم استثمارات الشركه؟ احنا خلال الاربع سنوات اللي فاتت استثمرنا حوالي 600 مليون جنيه.
مين قال لك اننا عايزين نبيع؟ الكلام ده مش مظبوط الا اذا كان في حد قال لك وانت مش عايز تقول. احنا ما نبيعش الارض ابدا، احنا ندفن فيها ولا نستغناش عنها، واللي قال لك كده كذاب. السلام. هاي ازيك؟ على فكره انا سالت عليك في البيت قالوا لي انك مش موجود، وكان نفسي اروح لك بس انت عارف ريتال بقى ما بتطقناش. انا رحت اطمن على اخوك. رحت تطمني عليه عايش ولا ميت؟ لا بجد اخص عليك، اخوك ده طيب قوي فعلا، وكنت بجد رايحه اطمن عليه. في حاجه عايزه تقوليها؟ بصي بصراحه انا عايزه اقول لك حاجات كتير قوي، بس انا خايفه، خايفه اوقع بينك وبينه، وخاصه في الظروف دي. قولي اللي عندك انا سامعك. تمام، انا هقول لك دايركت. ها انا ما بحبش اللف والدوران. من قعدتي معاه النهارده يعني حسيت طبعا والله اعلم ان هو مش عايز اي حد كبير معاه، بيدي كل اللي حواليه كتف كده. وانت جاي عشان تساليني هو في ايه في دماغه مش كده؟ روح اسالي عادل، هو اكيد عارف، واكيد كمان مش هيخبي عليك حاجه. لا انا مش هسال عادل عشان عارفه ان هو مش هيقول لي اي حاجه. انا جاي اسالك انت يا حسن. ما تقوليش كده، عادل لو سمعك هيتضايق، ولو عرف انك مش واثقه فيه يزعل، وعادل زعله عيفش. اخص عليك. لا طبعا انا واثقه فيه جدا، انت حبيبي. عادل ذكي جدا وبيفهم في كل حاجه على طول، بس هو يعني دماغه مش زي مروان. دماغ مروان سم. طب اقول لك على حاجه، انا يعني عندي احساس قوي جدا ان مروان هو اللي دبر موضوع قتله ده. ايه هيجيب حد يطخه عشان يموته؟ مجنون ياك. وهو مات؟ ما ماتش، ده هو خدش قد كده. عارف عمل كده ليه؟ عشان يلم كل الناس حواليه ويرجع يؤمر وينهي زي الاول، يرجع الكبير يا حسن. جايز. طب اقول لك على حاجه كمان تاكد لك اكتر. قول يا ست الكل. المحامي عارف مروان عمل ايه؟ خلى كل الورث بتاع ابوك باسمه هو. مروان زور كل ورق الورث، والورق ده عند المحامي، خلى كل حاجه باسمه. وعلى فكره انا رحت للمحامي حاولت اخد الورق بس هو ما رضيش. واضح ان مروان بيدفع له جامد قوي. وانا يعني عندي راي، يتهيأ لي يعني انت لو رحت للمحامي وظبطته هيديك كل الورق. انا لا يهمني ورق اتلعب فيه ولا ارض هو حاطط يده عليها. انا طريقي رسمته وهمشي فيه للاخر. وانت ريحي نفسك لان حسن خلاص ما عادش يتلعب بيه. ليه يا حسن بتقول كده ليا؟ انا مش جاي العب بيك خالص. جاله زمان ما تصدقش اللي يخدعك مره، جاله كمان اللي يوجع في الفخ مرتين يستاهل كل اللي يجراله. واللي انت عملتيه انت واخوكي يخليني ما امنلكيش العمر كله. اوكي بس اتاكد من كلامي الاول. مين قال لك اللي انا مش عارف؟ هو انت عارف وساكت؟ عارف ايوه، انما ساكت لا. حسي هتسمعيه في الوقت المناسب. ريحي انت نفسك وروح ارمي نفسك في حضن عادل. قولي له انك بتحبيه وانك ما تقدريش تستغني عنه وان كل حاجه في حياتك.